السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة معلومة كده على السريع، ما تعطيش فيتامينات، ممنوع لا تعطي فيتامينات في وجود إسهال. دي معلومة اللي حطها في دماغك دايما كده، ما تروحش من دماغك، ممنوع تعطي أي فيتامينات سواء بشرية أو بيطرية في حالة وجود أي نوع من أنواع الإسهال. حد هيقول لك ترفع مناعة، الفيتامينات كلها يا جماعة بتزود الإسهال، جميع الفيتامينات في حالة الإسهال بتزود الإسهال، والجرعة العالية من الفيتامينات برضو بتزود الإسهال أو بتظهر الإسهال. لو ما كانش إظهار الإسهال موجود عند الحمام بيزيد وبيظهر عند الحمام. يعني انت اذا اعطيت، اذا كنت بتاتي والحمام سليم وشفت ان الحمام كان سليم قبل ما تاتي، تتاكد تماما ان الحمام عندك مفيش عنده اسهالات ايا كان نوعها، تاكد تماما ان مفيش اسهالات. واذا كنت بتاتي قدامنا الفيتامينات اللي قدامنا، اي نوع من انواع الفيتامينات، مش اللي قدامنا بس واللي مش معانا كمان في التصوير، كنت هتاتي 2 سنتي ولقيت في اسهال ظهر، خفف الجرعه خليها 1 سنتي، ده سنتي على اللتر. يعني اذا كان بتاعتي 2 سنتي على اللتر، خفف الجرعة لواحد سنتي على اللتر اذا ظهر عند الحمام اسهال. هو انا معايا دلوقتي بديكال اللي زيه، ديكال ب12، وفي برضو بشري ايميولانت، وفي طبعا معانا بي بي فيت، ده نقط للاطفال، وفي دروب. دي الحاجات من بعض الحاجات، وكنا استخدمنا قبل كده انواع بشري، زيت كبد الحوت، وفي معانا الاهم نوع اللي هو جروفيت بلس، اللي هو نوع البيطري، اللي ده الاساسي اللي انا بستخدمه، لان بقول دايما على الانواع اللي هي معظم الحاجات، يعني البدائل، علشان ما تقوليش انا ما عنديش النوع ده، لكن هو الاساسي لو جبته ده اسمه جروفيت بلس، بتشتري كده بالسنتي، تشتري ب10 جنيه، تشتري ب20 جنيه، زي ما الكمية على حسب الكمية اللي عندك. يبقى لا تعطي، المعلومة الاساسية لا تعطي فيتامينات في وجود اسهال. معلومة كده على السريع، أرجو أن تكون استفدت من معلومة النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.